هذا صيف حب السيارات. كان هذا عقداً كلاسيكياً لمحبي السيارات الذين يقدرون الجمال، حيث حولت السيارة الجميلة الطرق إلى مسرح عرض للأزياء. المفتاح للفوز بهذا التحدي سيكون بإيجاد سيارة رائعة، لكن الأمر لن يكون سهلاً. أمامهم 3 أيام فقط لتفكيك السيارة بباحة التفكيك قبل بيع القطع للمغامرين. الفريق صاحب نسبة الربح الأعلى سينال مرتبة الشرف. سيتواجه بهذا التحدي المثير فريقان من مفككي السيارات لا يقبلان الخسارة. بالزاوية الزرقاء لدينا جورج وشيلدون. جورج بيرسي الرائع هو المسؤول عن تفكيك السيارات. حتى السيارات المهترئة تخبئ قطعا جيدة بداخلها. والمسؤول عن نيل المال في عالم المبيعات شيلدون نيكلز. 50% ابتزاز للمال و50% حظ، هكذا يقولون. إن لم تبتسم ابتسامة عريضة فلن تبيع. وفي الزاوية الحمراء لدينا بن وفرانكي. الميكانيكي بن شيماسكي هو رجل الشد بالعملية. خلف كل رجل مبيعات محترم يوجد ميكانيكي ذكي يدرك ما يفعله، مما يجعل فرانكي أوتوي صادق مسؤولا عن اتفاقيات الألماس. بينما يفككون سيارات أفرغ المحافظ من المال. أول خطوة هي تحديد أي سيارة من الستينيات سيشترون. فرانكي يخبئ محفظته أكثر مما يفعل عادة. من؟ لا فكرة لديك عما قد تنفقه لقاء سيارة من الستينيات. ليس علينا شراء سيارة نخبة، يمكننا بيع سيارة سهلة النيل للجميع، مثل هيلمال هانتر، إيفنجر، بل فروجاي سبرايت. اعتبرني سخيفا، لكن ماذا عن سيارة فورد؟ فورد أنجليا. سأتحقق من الأمر، أجري بعض الاتصالات وأطلب بعض الخدمات. هناك بعض الإثارة بالتحدث عن محركها ذي 997 سيسي، لكن سيارة فورد أنجليا من طراز 105 إي كانت تعنى بالشكل، إذ نقلت أبهة النمط الأمريكي إلى الشوارع البريطانية بزعانفها الخلفية البارزة والشكل الأمامي المنحني. لعل النسخة المعيارية كانت على ناحية الاحتياط قليلا، لكن النسخ المترفة كانت مغطاة بزركشات فضية أكثر من شجرة العيد. هذه السيارة القوية بقيت رمزا محببا لعقد سيارات منتهن. وببقاء 250 ألف سيارة منها في بريطانيا، فلابد من وجود بعض المغامرين الذين يبحثون عن قطع لها. بمقطورته المتحركة الرثة الأنيقة وجد فرانكي بعض الدلائل، لكن النتائج لا تفيد. تريد هذا المبلغ؟ لن أدفع هذا الرقم، لن أفعل. ليست بحالة رائعة، لا يهم إن كانت بحالة رائعة. أتحتوي على شيء قد يكسبنا بعض المال؟ تحتوي فعلا؟ رائع. وهكذا سيتجه بن وفرانكي إلى اسطبلات الخيول في إست سوسكس لنيل جوادهما العتيد. نعم، لابد أنه هنا بمكان ما. هنا بمزرعة العائلة، الميكانيكي توم وينشستر يدير ورشة السيارات. أقطن هنا مع عائلتي بمزرعة خيول، أنا ميكانيكي أعمل بالسيارة الكلاسيكية، سيارة أنجليا هذه لشقيقتي، أردنا إصلاحها لكن بسبب الوقت وقلة المال بقيت هناك وأصبحت مهملة، أريد 800 باوندا مقابلها. عجبا، انظر لهذا المكان. عرفت أنه سيعجبه. دولي سبرينج، يا إلهي إنها جميلة حقا. كانت لدي واحدة مثلها يا بن، فولفو أمازون، إنها رائعة. إنها فقط، أتعلم ما هذه؟ بل سيارة لانشيا دلتا انتجرالي بمرآة بسيارات الذي يسوي 1,000,000 جنيها. هذه وتلك. قلت ستعجبك، رأيت الفرحة بوجهك ما إن دخلت من الباب. سأريك شيئا مميزا. مميز؟ نعم، أعلم أنه سيعجبك. أتحدث عن هذه السيارة. إذا ما رأيك بن؟ أوه، تحت غطاء السيارة هذا يا فرانكي ولا حتى لتر واحد. نعم، لكن إنها مصنوعة بحجم صغير لتناسب سيارة كبيرة. لكنها من الطراز المترف، إنها النسخة الأفضل وفيها هذا الكروم. للأسف كل ذلك الكروم الإضافي مغطى بالطلاء الأزرق وهو معوج وصدئ، ولكن عدا عن كونه موجودا فبقيتها يبدو سيئا، فالهيكل أشبه بالجبن السويسري. بل لا تنظر للداخل. هناك أمر جيد بسيارة فورد هذا، وهو وجود الكثير من القطع الاحتياطية بصندوق السيارة، فربما هناك شيء ما مفيد. لن أدفع أكثر من 500 باوند.
لن أزيد باونداً واحداً. لعل السيارة صدئة، لكن السوق الكبير لقطاع أنجليا يجعل عملية الشراء هذه واعدة، فالأمر متوقف على فرانكي لجعل الصفقة جيدة. وبهذه الأثناء جورج يعيش حلوماً من نوع آخر بسقف قابل للطي. قابل للطي؟ نعم. مقابل 1000؟ لا أريد سيارة أصلية وعريقة، أريدها بسقف قابل للطي. حسناً سأحضرها لك. ويثبت شيلدون مجدداً أنه رجل المعايير، المعايير الهابطة. لا يهمني شكلها، وإن كانت بحظيرة حيوانات طوال حياتها أو بحقل أو مستنقع حتى. وإن كنت مستعداً لكاستقاء البرميل لوقت طويل فربما ستجد ذهباً. الحالة لا تهمني، ولكن أهي سيارة كاملة؟ اليوم يمكنني الحضور لمصافحتك وأعطائك المال وأخذ السيارة. السعي لحلم جورج بالسقف القابل للطي نقلت الفتيان إلى مرآب في إجوير. جئت اليوم إلى هنا لرؤية صديق لديه سيارة هيرلد للبيع. لا أعلم كيف سيكون شكلها، قال إنها رثة قليلا، لكنه يقول إنني سأحقق ربحا منها. سيارة ترايمف هيرالد أمضت أكثر من عقد زمني بالتباهي بهيكلها الرياضي ذي النمط الإيطالي بطرق بريطانيا السريعة. تحت السطح تحتوي على تكنولوجيا حديثة أيضا. المقود الفريد والقوي للدوران بشكل دائري أشد من البنطال الضيق، وقطع منفصلة بكل أرجائها. هذا فريد بالنسبة إلى سيارة رياضية من إنتاج بريطاني. تبقى الآن مفضلة لدى محبي السيارات الكلاسيكية التواقين لسيارة راشقة وعملية. وبوجود السيارة ذات السقف القابل للطي بنسبة 50%، فربما يكون السقف القابل للطي آمناً للفتية. المتلهف لعقد صفقة مع شيلدون هو صديقه القديم نيك. شيلدون رجل رائع لعقد الصفقة معه، لكن عليك أن تعلم لن تنال ما تريده من الصفقة. عليك التنازل قليلا مع شيلدون. سيارة ترايمف هارلد هي موديل 1969، ولأكون صادقا فأظن إنها تساوي 1000 جنيها تقريبا، وهي تناسب شيلدون. السر لإثارة أعجاب ميكانيكي ما هو بإعطائه توقعات قليلة. اسأل شيلدون. أنت من أراد سيارة بسقف قابل للطي، أردت سقفا مكشوفا، وأنا لست مستعدا للذهاب والبحث عن غيرها. شيلدون، ما هذا؟ جورج، لنلقي نظرة على السيارة الصغيرة الجميلة ثم نتابع بعد ذلك. إنها ليست بالسوء الذي تبدو عليه. أنت واثق؟ قطع الكروم هذه هنا، والشارات والمفصلات الصغيرة كلها تساوي مالا، سنجني ربحا. يمكن الرؤية من ذلك الجانب. انظر إليها، إنها مكشوفة. هذه هي فكرتك، لا أريد أن أناقشها الآن. نعم، لأن فكرتي شملت سيارة كاملة. عندما رأيت سيارة هيرالد تلك قلت لنفسي ماذا فعلت. حسنا، لنلقي نظرة على المحرك، قد يساوي بعض المال. إنه يبدو جيدا، فيه موارد التيار البديل القديم والمكرب موجود. أين تشغيله بالورشة؟ لا أظنها بالسوء الذي تحاول إظهاره. علمت بأن هناك قطعا فضية بالصندوق. حقا؟ نعم، رائعة. توجد زينة دواليب وقطع أصلية، إنها ليست سيئة، كلها قطع جيدة. سنربح الكثير من المال. لدي المحرك وصندوق التروس، أظنني سأنال 200 جنيه لقاءها. هذه من القطع التي أثق أنها ستباع ككعك العيد. عندما ألقينا نظرة عليها لاحظت أن بعض القطع ما تزال موجودة فيها، وهذا يعني أنها ما زالت تساوي بعض المال. في إيست ساسكس، بن وفرانكي عالقان مع سيارة فورد أنجليا ذات مظهر رديء. هذه لحظة تألق فرانكي. حسنا يا فرانكي. مرحبا. ألقيت نظرة على سيارة فورد ويعجبني ما أرى. أظنها كالسجادة، أظنها تساوي 300 جنيه. لا أظن ذلك. لما تقول هذا توم؟ أريد 800 جنيه. 800؟ نعم. لست مستعدا للخروج من هنا بخسارة مبلغ كبيرة. عليك تقديم عرض أفضل إذن. أفكر ب450 وربما 500. 500 مناسبة صحيح؟ ليس تماما. لا. أرى حركة عيني. لا أراها. هذه نظرة الصدمة. سأعطيك 600. 600؟ صحيح، 600 جنيه مقابلها. 600 جنيه. ستتخلص منها. اتفقنا. مبروك. إذا نال سيارة فورد أنجليا من طراز 105 إي المترفة بثقوب كثيرة على سرير من المسامير. اشترياها لقاء 600 جنيها. لا يمكن إصلاحها، لكن قطعها قد تباع.
في إدجور، شيلدون يساوم رفيقه على سيارة هيرالد القديمة. نيك، لم تخبرني أنها بهذا السوء. شيلدون، أنت بهذا المجال منذ زمن كاف لتعلم أن السعر الذي نطلبه لسيارة كهذه هو 1000 جنيه. ليس علي معرفة ما قمت بدفعه، لكنني ما كنت لأدفع أكثر من 200 جنيه. إنها تتهاوى. أوافقك الرأي بأن هناك قطعا ليست مثالية بالسيارة، وهذا ينعكس على السعر، لكننا نطلب 1000 جنيه وهي تساوي 5000 بحالتها الجديدة. سأخصم 200 وأبيعها لقاء 800 جنيه. أرجوك، أنت تؤلمني بهذا الكلام، ومعرفتنا قديمة. اسمع، معرفتنا قديمة، وأعلم أنك ستعود لشراء المزيد. يمكنك أخذها إن أعطيتني 500 جنيها نقدا. هيا يا شيلدون، يمكنك بيع الغطاء لقاء هذا المبلغ. حسنا، ولكن تساهل معي في المرة القادمة. نعم، هل اتفقنا؟ اتفقنا. سأقف لأصافحك. سأحضر الحلوى. تم الأمر. تم. وهكذا دفع شيلدون وجورج مبلغ 500 جنيها لقاء سيارة من اللون الأزرق والكروم، لعلها غير صالحة، لكن قطعها قد تمنح الحياة لسيارات هيرالد أخرى وتضع بعض المال بجيب شيلدون. لعلها غير صالحة. بعد شرائهما لسيارتين من الستينيات أمام الفريقين 3 أيام فقط لتفكيكها وعرض القطع للبيع، القطع التي لا تباع ستكون طعاما لآلة سحق السيارات. الفريق صاحب الربح الأعلى سيتم تتويجه كفائز. قبل بدء المجزرة، هذا وقت تقييم كلا الفريقين لبعضهم البعض، لكن هناك أمر غريب بالأجواء. يبدو شيلدون معجبا جدا بسيارة فرانكي من الستينيات. لابد أنه أمر يتعلق بالعمر. حسنا رفاق، علي الاعتراف لكما، هذا يعجبني. إنها كلاسيكية. واو، لديكما قطع احتياطية. شيلدون، ماذا تفعل؟ شيلدون، هذه سيارتنا نحن. تعجبه يا فتى، عرفت. ماذا خطب ما به؟ أيعلم هاري بوتر أنك اشتريت هذه السيارة؟ لا يعلم يا جورج، لا علاقة لك، فهذا يخصنا نحن فقط. بين، أوجدتمها بحظيرة ما؟ لقد وجدناها بحظيرة بالفعل، فيها قطع احتياطية كثيرة. انظر. حقا؟ نعم، انظر للداخل. واو، مجموعة أخرى من المصدات وثلاث شبكات مبردة وزجاج احتياطي أيضا. جميل. حسنا يا جورج، إنها جيدة، تعال لأريك هذه السيارة. وحتى فرانكي يبدو أنه يشعر بالحب. بالعادة أسخر من سياراتكما، لا أتعمد ذلك، فهذه طبيعتي، لكن هذه السيارة أشبه بحلم يتحقق، فأخي جورجي يمتلك سيارة مثلها. الباب يتهاوى. جورج، تستطيع اقتلاع الباب. حسنا فرانكي، يمكننا أن أبيعك بعض القطع. افتح الصندوق وانتبه لأصابعك، انظر لهذا. لا نجد كروم كهذا الآن. لا، أتعلم ما أعني؟ لا نجد مثله، نلت صفقة جيدة. نعم، لا تقلق، فجورج هو من سيفكك هذه السيارة. أردت سيارة بسقف قابل للطي، لكن هذا ربع ما أردته. ليست كذلك حتى، لا يمكنني. إنها نصف سيارة. رؤية المعدن لكثرة الصدأ. هيا بن، أردتما الانفراد؟ كلا. ما خطبك؟ فرانكي وبن دفع 600 جنيها لقاء سيارة فورد أنجليا 105E المترفة. نعم، المترفة. الهيكل فيه قطع مرغوبة كثيرة، والمحرك ليس مثاليا أيضا، لكن القدر الكبير من المعجبين يعني وجوب نيل بعض المال. سيارة ترايمف هذه نالت 500 جنيها من شيلدون. قد تبدو ملصقة بأربطة مرنة وعيكة، لكن فيها أكثر مما نرى، فبعد التمعن ببعض القطع قد نجد شيئا مجديا بمكان ما. القطع الأساسية الجالبة للمال بسيارة هيرالد هي غطاء السيارة المميز وبعض القطع الفريدة بنمطها، وهذا يشمل المرايا الجانبية والزينة والقطع الداخلية. اليوم الأول للتفكيك. المهمة الأولى لجورج وشيلدون اقتلاع القطع التي يحتمل بأن لها قيمة، ولكن مع سيارة بهذا العمر ما من شيء بسيط. بدأنا بتفكيك البراغي الأولى، كانت الأمور تسير بشكل جيد وبسلاسة. أخرجت كل البراغي؟ أنهيت العمود، أحتاج إلى مفتاح البراغي. حاول إزالتها بهذا. إنها صدئة بعض الشيء. وصلنا لمجموعة البراغي الثانية، ثم صارت الأمور بشكل سيء. عجبا، إنها قاسية. شيلدون، ماذا؟ انظر، انقطع البرغي، لن ينفك، علي قطعه.
للأسف قطع جورج برغيا بأحد الأطراف التي تحوي المفصلات. أخبرته بأن يحضر منشارا لذلك ويقطع الأصل. موجودة، ثم أستبعد بعض القطع منها. بالطبع سيكون الاطلاع عليها. تعال وألقي نظرة عليها لتتأكد بنفسك. أنا صريح وصادق معك تماما. انتهيت، أزلتها. أمسك، هيا. لعل صدق شيلدون على وشك أن يثمر. ها هو المهووس بسيارة هيرالد، ماثيو هيوز. جئت لشراء غطاء محرك سيارة هيرالد لأنني أصلح سيارات ترايمف هيرالد حاليا، وأتوقع دفع 100 جنيها تقريبا. وصلتك الصورة على الواتساب؟ نعم نعم، تبدو نفسها. كل شيء موجود. نعم. إنها مرتبة وصلبة، لا يوجد تعفن أو صدأ أو حشوات. أريد 300. لم أكن أتوقع دفع 300 جنيه. حسنا، كم كنت تتوقع بالضبط؟ 100. لا لا، أبقيت لك قطع الكروم وتركت الأضواء الأمامية، وتلك الأحرف لها قيمة مالية. اسمع باختصار، ادفع 220 وخذها. 140. ألا يمكنك تخفيض المبلغ؟ سأدعك تأخذها ب 160. 160 إذن. صافحني. هذا رائع. ستحتاج إلى مساعدة لنقلها. سيكون ذلك لطيفا. حسنا، لننهي مسألة المال أولا. تفضل. أهي 160؟ لا. رائع. حسنا جورج. 160 جنيها لقاء غطاء محرك السيارة يجعل جورج وشيلدون يبدأان بجني المال. بالناحية الأخرى، فرانكي ينظم أموره. أطورت نظاما هنا؟ لا، لدي نظام رائع. حقا؟ الأمر الآخر هنا يا بن، انظر، المهم هو أنا أنظر للأسعار. نعم. يعني تلك الدواليب مثلا في المقدمة على تلك الناحية، إنها أكبر من لوتس كورتينا بمرتين. أخذتها من طرف اللسان. دواليب جيدة. المال هو المهم. الأمر أشبه بالنظر إلى غوريلا، وهي بمثابة قردين، وهذا يعادل 1000 جنيه. يمكننا التحدث عن مبالغ لا نهاية لها مقابلها. لنضع حديث القروض جانبا، بالرغم مما يفتقدانه، فما يزال هناك الكثير من المال بسيارة أنجليا هذا. فمحبي أمريكانا سيحملون قطعاً كالزخارف الكروم والأجنحة الخلفية، بينما يجب لمجموعة القطع الميكانيكية أن تحسن الصفقة. عندما بدأ بتنقيح القطع الداخلية لسيارة أنجليا، أصبح من الواضح أن هناك بعض القطع الإضافية التي يمكن بيعها. كم فورد أنجليا فيها؟ لا أعلم، لكن فيها الكثير من القطع. انظر لهذا الدلو، لابد يساوي بعض المال. 5 تقريبا فرانكي. أترى ذلك الثقب؟ ذلك بدلو الوقود؟ نعم، لكن المشترين لا يعلمون بوجود ثقب فيه. لما تنسى دائما فرانكي بأن هؤلاء المشترين لديهم أعين؟ هل سيلاحظون؟ نعم. بالناحية الأخرى، جورج وشيلدون مصممان على سماع محرك سيارة هيرالد لأنهما قد يبيعانه بسعر جيد. خذ هذا، لفه من حوله. أحسنت، جيد. إن حملت هذا بالأعلى هنا، حسنا، ثم تديره، لا توجد شرارة. قلبناه لكننا لم نحصل على شرارة. علينا تفقد أشياء كالمقابس وأسلاك التوصيل والملف. أساسا، ولمن لا يعرفون ما يفعله الملف، فهو محول. يحول 12 فولتا إلى تيار كهربائي ويزود المحرك بشرارة القابس. القراءة غير مستقرة، وهذا يعني أنه لا يعمل. شغله. شغلنا. حسنا، جيد. أوقف. أوقفنا. كان ذلك لطيفا. بتغيير الملف بسلاسة يمكنهما متابعة العمل. شغله. شغلنا. أوقف. أوقفنا. شغله. شغلنا. حسنا، جيد. هذه القراءة الحالية الآن. أوقف. ستصدر شرارة؟ سنحاول. أدره. أوقف، أوقف، هناك شرارة. إنها تعمل بثلاث اسطوانات. يعجبني هذا. كان ذلك لطيفا. هيا شغلها. هدير محرك ترايمف وانفجار الدخان من العادم ذو التقنية العالية يعني النجاح والأنباء الجيدة. والأنباء الجيدة مستمرة، فببيع من خلال الإنترنت للمحرك نال 240 جنيها.
والمال يستمر بالتدافع لجورج وشلدن. الفضل يعود لبيت كوستا الذي يريد مرايا جانبية ومقود. جئت من بيرمنغهام لأشتري مرايا جانبية لسيارتي من طراز ترايمف هارلد. كنت أود دفع 30 جنيها لكنني رأيت المقود وسأحاول نيلهما بأربعين. لدي المرايا الجانبية التي أردتها. نعم. ولدي المقود كنت أمل نيل 50 جنيها. كنت أود دفع 10 جنيهات لكل مرآة. 10 جنيهات للمرآة؟ أجل، قل غير ذلك. جئتك من مكان بعيد لهذا سأظهر لك بعض الحب، ولكن قل وغير. حسنا، لدي 40 جنيها، سأعطيك إياها لتتمكن من إعادة يديك بجيبك بسرعة. أتعلم؟ لقد أحببتك لأنك طيب. هذا يرضي؟ نعم، لا بأس بال40 جنيها. شكرا، أتريد المال؟ على راحتك، سأضع القطعة بالسيارة، لا تخف، لن أهرب. قلت لك أنت طيب القلب. شكرا جزيلا، تعال كل مرة. سأبذل جهدي. أتمنى لك عودة آمنة. سارت الصفقة بشكل جيد وحصلت على ما أريد، قد أعود إلى هنا لنيل المزيد من القطع. وال40 جنيها تفصل جورج وشلدن ب60 جنيها عن التعادل. أما فرانكي فيحاول بيع لوحات التحكم لسيارة أنجليا. أتريد هذه اللوحات من سيارة فورد أنجليا؟ لن تكون هناك مشكلة، سنجد حلا، بإمكاننا إيجاد حل. بنيل المال لقاء لوحات التحكم، محرك بقوة أقل من 1000 يعتبر أكثر من مجرد عائق. نفعل هذا أثناء حديثنا، فريق عملي يعمل على ذلك الآن. الكلام سهل بالنسبة لفرانكي، لكنه ليس سهلا بالنسبة لبن. قديما عندما كانت تلك السيارة جديدة كانت التقنية تقوم على لحم القطع معا، أما السيارات الحديثة فهي موصولة ببراغي، فعند تفكيكها تسمع صوت فك البراغي، فهي ملحومة. بالمناسبة سأجهز المعدات. وعندما وصل المشتري ديف على ذلك، هذه اللوحة الداخلية ستباع مع اللوحة الخارجية. أترى هذه ديف؟ أتراها؟ إنها إضافية وحالتها جيدة. أتسمعني بن؟ أجل، أسمعك بوضوح. أتستطيع إحضار قطع العرض الأخرى لعرضها؟ أيريد بعض الكروم؟ أجل، يريد. يا للروعة، إنها مبهرة جدا ديف. جميل. حسنا، انظر لهذا الكروم الجميل. إنها نوعية جيدة ديف. أجل، نوعيتها جيدة، وهذا الفتى لم يتوقف، لم يتوقف. ليست مجانية يا ديف، ليست مجانية. عمل بجد النهار بطوله. لن أجادلك ديف، سأكون صريحا، تستطيع أخذ هذه المجموعة الصغيرة كحزمة بالإضافة إلى قطع الكروم. بالإضافة إلى هذا كله. أجل ديفيد، سأدعوك تأخذ هذه المجموعة بمبلغ 300 جنيه. أتحمل هذا المبلغ معك؟ أحمل 310. 310؟ اتفقنا على ذلك، أخرجها من جيبك. أتيت إلى هنا لشراء الجناحين، ولكن لوى فرانكي ذراعي، اشتريت أكثر مما توقعت. 310 جنيهات ربح كبير بالنسبة إليهما، لكن عليهما إدراك بعض الأمور. فرانكي أتقن فن إقناع المشتري بأن يدفع أكثر من المبلغ المطلوب. إنه اليوم الثاني والفريقان يعملان بجد لتحويل نهاية حياة السيارات الكلاسيكية من الستينيات لأوراق نقدية. إنها فعالة وأنا كذلك. بالمناسبة سأجهز المعدات. جورج وشلدن دفع 400 جنيها ثمن ترامب هيرالد باهتة اللون. في اليوم الأول باع غطاء المحرك ب160 جنيها، وباع المحرك وقطعه ب240 جنيها، بالإضافة إلى المرايا وعجلة القيادة بمبلغ 40 جنيها. بن وفرانكي دفعا 600 جنيها ثمن فورد أنجليا فخمة. في اليوم الأول باع اللوحات بمبلغ 310 جنيهات، لكن عليهما إدراك الفريق الآخر، وتظهر فرصة مع مشتر محتمل للترس التفاضلي.
المشكلة الصغيرة أنه ما يزال على سيارة أنجليا. هل توازن هذا عليها؟ وسأفك جميع المسامير ثم ننزله. هل سأسحق؟ احتمال، وأنا أقبل المخاطرة. القليل من هذا؟ لقد فصل. هل سيكسر ذراعي؟ سنكتشف ذلك. حاول إبقاه ثابتا، لا نريد إسقاطه من عربة النقل، صحيح؟ حسنا. إنه جميل وخفيف، صحيح؟ أجل، وهو كذلك، لأن على فرانكي نقل الترس التفاضلي والذهاب إلى المراهن. في طريقي لرؤية غريب اسمه تيم، إنه متسابق، لكنه يريد الترس التفاضلي للفورد أنجليا. سأرى إن كنت أستطيع جعله يتسابق في المضمار. المولع بالسباقات تيم فوكسلو بانتظار عقد الصفقة مع فرانكي. نوع سيارتي للسباق هي السيارة القوية الكلاسيكية، وهي من طراز أواخر السبعينات. نتسابق بسيارات نسخة طبق الأصل عن السيارات آنذاك، فورد أنجلا، إسكورت مارك 1 وإسكورت مارك 2 وشيفيت. نتسابق مسافة 400 متر بإحدى أسرع سيارات السباق. أتسابق بسيارة مارك 2 فورد إسكورت مع محرك أندرسون. هذه السيارات مزودة بصندوق التروس الخاص بالسباقات، لكن الغيارات المتعددة ليكون التسارع أكبر يعتمد على الترس التفاضلي. الترس التفاضلي للفورد الموجود عند فرانكي هو ما نبحث عنه. ثمنها مرتفع، ولكني لن أدفع أكثر من 100 جنيه. تيم، هذا أنت، كيف حالك؟ بخير يا فرانكي. اسمعني، أين ترس التفاضلي؟ الأمور الأولى، أولا أريد ركوبها، أعطني كوذة رجاء. أتستطيع فعل هذا يا فرانكي؟ أفعل كل شيء، لا تقلق. حسبت أنه سيجلس بجانبي أولا، لكنه مغرور بنفسه وأصر على قيادة السيارة لوحده. لنرى ماذا سيفعل. افهم المشتري، إنها القاعدة الأولى في لعبة البيع، وفرانكي جد بالأمر، يجدر بها أن تكون مهمة سهلة. وشاهد فرانكي ديز أوف ثاندر 12 مرة. صوتها لا يعقل، ربما يساوم بشدة، لكن قدرات فرانكي في القيادة تنتهي هنا. هاي هاي، إنها تنزلق، لماذا؟ مهلا مهلا مهلا، تيم تيم، لا أستطيع السيطرة عليها. تيم، لا أستطيع السيطرة عليها. تيم. حسنا يا فرانكي، خذ الترس التفاضلي، ضعه أرضا يا فرانكي، لم تنظفه حتى. حسنا، ما رأيك بمئتين وخمسين جنيها؟ من أجلك. لن أدفع هذا، أستطيع شراء واحد جديد بمئتين وأربعين. ولماذا تشتري الجديد؟ لأن إطار الكروم والترس الصغير متآكلان. سأبدأ بمبلغ 80 جنيها يا فرانكي. 80؟ 80. 250 جنيها كبير قليلا، أعترف بذلك، لكن إن طلبت 180 جنيها، ما رأيك؟ المبلغ كبير، ما رأيك ب 140؟ 140؟ سأرضى بذلك، سأقبل دفع 140. 140؟ نعم. كم أحضرت معك؟ كم تحمل من المال؟ 150. 150 في جيبك؟ شكرا جزيلا تيم، هذا لطف منك. المبلغ كامل؟ تأكد منه. أريد التأكد، التأكد فقط. هذا حقك، ليس لأني لا أثق بك. واضح أنك ستعطيني وصلا، صحيح فرانكي؟ لا تم، أنا أجد الأم 6. إنها هناك. حقا سأسلك ذلك الطريق بأي حال، لا تتصل بنا، سأتصل أنا بك تم. أظنه ضغط علي كثيرا، توقعت شراءه ب 130 أو 140 جنيه، رفعت المبلغ ل 150 جنيه. 150 جنيها ثمن الترس التفاضلي. بن وفرانكي قريبان من التعادل. بالعودة للقاعدة مع فك محرك الترايمف والواجهة الأمامية، يظهر جورج الإعجاب ببعض سيارات الستينيات الكلاسيكية. نوع عجلة القيادة هي الجريدة المسننة، لذا هذا القضيب مرتبط بعجلة القيادة وينزل إلى هنا، وهذه تسمى رافعة عجلة القيادة، وهنا يوجد ناقل حركة متحرك يحرك القضيب من اليسار لليمين.
إن نظرتم إلى هنا تستطيعون رؤيته يدفع من جنب لآخر بينما تلتف عجلة القيادة. سيارات قديمة كثيرة فيها ما يسمى صندوق التوجيه. مشكلة مجموعة صندوق التوجيه هي وجود التلاعب، ولكن إن أردت عجلة قيادة دقيقة ستحتاج إلى جريدة مسننة كالموجودة في هذه السيارة. حتى لا يغلب فريقهما، فتش بن عن أشياء متنوعة جاءت مع أنجليا، وكان مشغولا بتجربة الكهربائيات في سيارة الستينيات الكلاسيكية. وجدنا لوحة العدادات هذه في مؤخرة سيارة أنجليا، لم تكن موصولة بشيء كمعظم القطع الموجودة، فوضعنا مجموعة أسلاك هنا لتفقد جميع المصابيح والمقياسات. تنتج البطارية 12 فولت لمؤخرة المفتاح، وتنقل الطاقة عندما أدير المفتاح لجميع المعدات. انظر لهذا فتعرف أنه مضاء. كان المفتاح الموجود على اللوحة سيء الشكل، فبدلناه بمفتاح الكروم هذا مع ضوء أحمر يشغل جميع الأدوات. انظروا، لدينا على اللوحة أيضا مقياسين صغيرين، واحد لدرجة الحرارة وآخر لمستوى الوقود. وصلت مقياس الجهد الانزلاقي. ما يحدث في السيارة الحقيقية أنه يكون لديك واحد من هذه موصول بذراع مع عوامة تطفو فوق الوقود، وعندما ينخفض مستوى الوقود تتحرك الذراع ويتحرك عقرب مقياس الجهد الانزلاقي، وهذا يغير القراءة على المقياس كما ترون للأعلى والأسفل. خزان الوقود ممتلئ. عندما تديرونه برفق يهبط مستوى الوقود. بسيط جدا ولكنه فعال. لدينا في الجانب الآخر أمر مشابه، هذا مقياس تبريد درجة الحرارة. لدينا مقاوم حراري وهو صغير الحجم يتغير مع درجة الحرارة. إن أشعلت القداحة وقربته من مقاوم الحرارة يرتفع المقياس عندما تزداد درجة الحرارة. انظروا، نعرف أنها تعمل ونحتاج إلى تنظيفها قليلا. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ عمل بين الجاد بتجديده الشاحنة آتى بثماره، جاعلا الثمن ينخفض لعشر جنيهات وواحد وأربعين بنسا. في الجهة المقابلة جورج وشلدن منشغلان بتفكيك جميع القطع القابلة للبيع في عربة هيرالد. ومع مرور الوقت بدأ الرجلان بالعمل على السقف. أصر جورج على شراء سيارة مكشوفة، ويبدو أنه كان محقا من ناحية المال. كما قلت، حجزت السقف باسمك ووضعته جانبا. ويبدو أن السقف القابل للفك ربما يكون بداية صفقة أكبر. أجل، تبقت بعض القطع. الخبر السار هو أن الرجل الذي اشترى سقف السيارة مهتم بقطع أخرى، وهذا أسعدني. أجل، لوحة العدادات موجودة. أين مكتبك؟ عفوا؟ جميل. ماذا؟ كم صورة التقطت للطواحين الهوائية؟ أحب الطواحين الهوائية. أنت كجدتي تماما. السياحة انتهت وحان الوقت للتذكر بأنها رحلة عمل. الرجل الذي جاء للعمل معه بالقرب من أرنم مالك وكالة بيع اسمه ويلكو بيجر. اسم شركة إمبارتس بي في، ونعمل على السيارات البريطانية الكلاسيكية طراز الخمسينيات والستينيات منذ 20 عاما. بدأنا بالعمل على الأجزاء الأساسية، ولدينا الآن ورشة كبيرة ونبيع سيارات كثيرة ونؤجر السيارات. لما يحب الناس هذه السيارات؟ لا أعلم حقا، أنا أحبها، لها سحرها الخاص. أجل، أنا أتساءل ماذا يحدث؟ نعلم أنها ذاهبة إلى هيرلد، ولكن أجل. اسمع، لا تثرثر، علينا أن نتم الصفقة. يا للروعة، أنا اليوم سعيد لأني بأجمل أجزاء هولندا، تحيط بي أجمل السيارات البريطانية. بصراحة لا أصدق أنني خارج بريطانيا، أرى سيارات كلاسيكية هنا. وقعت بغرام هذه السيارة. توجد سيارات كثيرة هنا ولكنها جميلة. استطعنا جلب جميع القطع إلى هنا. أريد 400 جنيه. هذا مبلغ كبير يا شيلدون. وهذه قطع كثيرة. أجل، ولكنها لا تفيدني كثيرا. مثلا التابلو لسيارة مقودها أيمن، والسيارة هنا مقودها أيسر. سيتصل الناس بك حين يعلمون بأنك تتاجر بسيارات مقودها أيسر،
وربما يسألونك عن تابلو لسيارة مقودها أيمن. أظنه سيظل على الرف مدة طويلة. يتعامل مجتمع ستانمور بالجنيه الاسترليني، فالاتفاق باليورو أمر لا يعرفه شيلدن. كنت أفكر ب200 يورو. لا، هذا المبلغ لا يناسبني. أرى أن 200 يورو مبلغ قليل. سأنزل إلى 350، أعني جنيها. أتعلم ما يساوي هذا المبلغ باليورو؟ الذي طلبته منك؟ أجل، هل لديك آلة حاسبة؟ كلا. 110 ضرب 1.18، أظن هذا هو سعر الصرف. بينما يبرم شيلدن الاتفاق، تجولت أنا في المكان. إن كنت تحب السيارات البريطانية فهذا المكان أرض العجائب. أينما تنظر تشاهد سيارات بريطانية كلاسيكية. شاهدت سيارات فيتيس، ترايم فيتيس، وهذه السيارة أفضل طراز من سيارتنا. يظهر شيلدن بأنه يعرف بكل شيء باستثناء السيارات البريطانية. لنتفق على 300 يورو، أظنها صفقة ممتازة. سأشعر بالأمان لو قلنا ب400 يورو. لا، هذا مبلغ كبير، كبير حقا. تحتاج هذه القطع القديمة إلى العمل الكثير، علي تنظيفها وصقلها قبل بيعها. ما رأيك ب300 يورو؟ أجل، يسعدني ذلك. وأنا يسعدني ذلك. حسنا، شكرا جزيلا. 300 يورو تعادل، أظنها تعادل 257 جنيها. هل رتبت أمر نظام التعقب بالأقمار؟ أجل، إنه جاهز. أنا أستطيع شرب القهوة قبل أن نذهب؟ أود شرب القهوة. توشك أيام تفكيك وبيع قطع سيارات الستينيات الثلاثة على الانتهاء. ذهب شيلدن وجورج برحلة طويلة لبيع قطع هيرالد، ويوشكان على التغيير. بن وفرانك اختار سيارة فورد أنجليا. لحظة إلهام أضافت لهما النقود لعملية البيع، وأحرز نتيجة كبيرة في الترس التفاضلي. خذ الترس التفاضلي. وبعد الاقتراب من النهاية، قد تحصل عملية بيع أخرى حاسمة. أفكرت بصندوق السيارة بأنه قد يشكل أريكة جميلة؟ لا، هذا الرجل فكر بهذا. إنه سبيروس أنطونيو، مختص بأعمال الإصلاح والتصميم على مؤخرة أنجليا والعجلات وممتص الصدمات. أكسب عيشي من إصلاح هياكل السيارات. لدي سيارات قديمة لنفسي، وأتيت هنا من أجل إطار سيارة لوتس المعدني، ورأيت المؤخرة المتكاملة وفكرت بصنع أريكة منها. سأدفع 250 جنيه. أتطلع بن عما تريد منها؟ شاهدت العجلات على موقع إي باي، وعندما شاهدت السيارة فكرت بعمل أريكة من المؤخرة. جميل، ستنجح. سأضعها في الحديقة صيفا. كيف سأقصها لك؟ بحذر شديد. بحذر شديد؟ لا يعجبني كلامك. لديكما ممتص صدمات؟ أجل، لدينا ممتص صدمات. نعم. ماذا تقصد بذلك؟ رأيته عندما رأيتها بداية. أجل، كان جميلا جدا حقا. أهو الممتص ذاته؟ لا، سبيروس، تواجهنا مشكلة صغيرة. أعرف اليونانيين، لست أعمم، لكنهم متمسكين بفئات الجنيه القديمة. ماذا أرى هناك؟ دلف؟ يستحسن أن يكون الممتص. ذلك الممتص. ليس الممتص الذي رأيته. لا، ليس الممتص ذاته يا سبيروس، لكن تفحص. ممتص صدمات؟ لا، الممتص الذي رأيته أفضل حالا من هذا. ألديك أفضل منه؟ واجهتنا مشكلة صغيرة، سأخبرك بها. لأنك بعتها لصاحب الأنجلية الخضراء. أخبرتك بأني أريد ممتص صدمات والمؤخرة والأضواء، ووافقت، والآن تتراجع. عادة أفعل ذلك. أريد 400 جنيه. أريد شراء مؤخرة السيارة وليست كاملة. سأدفع 150 للعجلات والمؤخرة. 220 كاملة. أريد دعامة التي في الخلف وبعض منفضات السجائر ب220. حسنا، أتحمل المال معك هنا؟ أجل. أحسنت سبير. جميل، ها هو ممتص صدمات. هنيئا لك، أنا ذاهب للاستمتاع. شكرا لك. أهلا. خاب أملي بالممتص، لقد كان من الكروم، ولكنني سعيد بالصفقة. هكذا أضاف 220 جنيها لمؤخرة الأنجلية والعجلات وممتص الصدمات والدعامة لإتمام الصفقة. وبهذا البيع شارف التحدي على الانتهاء، وحان الوقت لوزن ما بقي من السيارتين لبيعها خردة. أولاً
هيكل الأنجلي الصادق والفاسد غير القابل للبيع. يباع طن الخردة مقابل 114 جنيها، فخردة بوزن 340 كيلوغراما تعود لفرانكي وبن ب 48 جنيها. وببقاء القليل من الهيرالد قضيب باب معدني وبعض القطع الأخرى تزن 51 كيلوغراما فقط، وتضيف لجورج وشلدن 7 جنيهات. ولكن الربح النهائي هو المهم، فأي الفريقين صب النفع بصالحهما؟ ها نحن ذا مجددا. أجل يبدو الأمر هكذا. أتود البدء؟ أمتأكد؟ لما لا تبدأ أنت؟ ابدأ أنت أولا. اشترينا أنا وهو سيارة مقابل 600 جنيه، مجموع البيع 1185 جنيها، ربحنا الصافي هو 585 جنيها. بدأ بن وفرانكي بداية صحيحة بتفكيرهما السريع بالصفقة الكبيرة، بينما الترس التفاضلي والمؤخرة عادت عليهما بالربح الكبير بالبيع على الإنترنت وعلى الهاتف، مثل علبة السرعات وغطاء المحرك أضافت للمجموع مربحا 585 جنيها. أنا وجورج اشترينا هذه السيارة ب 500 جنيه، مجموع المبيعات 1095 جنيها، إذن الربح الصافي هو 595 جنيها. تقنيا نحن الفائزان. واصل جورج وشلدن العمل بروية، وواصل عملية البيع خلال الأيام الثلاثة كاملة، وبيع إضافي للأجزاء على الإنترنت والهاتف كالمحرك والمؤخرة والهيكل لم تبقي شيئا بسيارة هيرالد. وبما أن المكسب جوهري أكثر من البيع، كان قرار شيلدن بشراء الهيرالد هو الحاسم. فاز شيلدن وجورج بفارق 10 جنيهات. استطعنا إبقاء سيارات هيرالد أخرى على الطريق، انتصرنا، والنصر حقا أمر جميل جدا. الأمر متعلق بسيارة أخيرا. أقنعني بن بشراء الأنجليا، إنه صغير وعنيد لكنه سيتعلم. كانت السيارة تساوي بضع جنيهات، وأعاد كلا الفريقين السيارات القديمة للعمل، ولكن بنهاية المطاف فزنا، وهذه نهاية الأمر. الفورد أنجليا لم يعودوا يصنعون هكذا، حمدا للرب. منذ بداية البرنامج جميع القطع المفككة ذهبت لهدف جيد. ترس الأنجلي التفاضلي يشكل الفريق كله لسيارة تيم الرياضية، وويلكو سعيد جدا بقطع سيارة هيرال، رغم أن على سبيروس التعديل على مؤخرة الأنجلية، ولكن هذا لم يمنعه من الجلوس عليها.